مساء الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ صحينا النهارده كده على ستيريو عنده ارتفاع في درجه الحراره سخن، ولقينا رجله اللي قدام دي وجعاه من ايه بقى؟ ممكن يكون الكلب بتاعي. طبعا الحلقه دي يا جماعه قبل ما نتكلم عن اي حاجه، دي حلقه تعليميه. الحلقه التعليميه دي هي ان احنا نفيد بيها الناس ونوصل لهم المعلومه بطريقه بسيطه. الحمد لله احنا ما عندناش مشكله ولا حاجه، بس ممكن عنوان الحلقه يشد الجمهور عشان الناس تتعلم والناس تفهم تعمل ايه. انا صحيت النهارده بحط الكلب الوجبه بتاعته ولقيته ما بياكلهاش. اول حاجه هنعملها لما نلاقي كلبي ما اكلش وجبته النهارده هنقلق، يعني هيحصل عندي قلق. ليه كلبي النهارده ما اكلش زي كل يوم؟ ليه مش طبيعي زي كل يوم؟ اول حاجه هنعملها لازم يكون عندي ترمومتر. الترمومتر ده موجود في كل بيت، سواء للاطفال سواء للحيوانات للبني ادمين، لاي حاجه بيكون عندك ترمومتر. ويفضل عشان يعني برضو ايه تطلع من الدور ده، يفضل ان انت يكون عندك الترمومتر اللي زي ده، تمام؟ لان الترمومتر اللي هو ارقام او اللي بيعد ارقام بالحجاره ده بيخرف ساعات، تمام؟ فالترمومتر ده بيكون افضل بكتير. معايا الترمومتر، هنبدا دلوقتي ان انا نقيس الحراره، تمام؟ انا لسه قايسها من شويه، استاهل لقيتها 41. طب هتعمل ايه بقى بنور لما تلاقي الحراره 41 وفي رجل في الكلب وجعاه؟ هقول لك دلوقتي يا حبيب قلبي انا هعمل ايه، تمام؟ الرجل دي وجعاه صح؟ وجعك معلش. اول حاجه في ملحوظه كده انا بحب امشي عليها، وفي نظام انا غيرته عندي في مزرعتي وبمشي عليه. ايه هو النظام ده؟ كلب تدريب، ده كلب بيتدرب عندنا، والكلام ده مش على الكلب ده بس، الكلام ده على كل الكلاب اللي بتتدرب عندنا. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها احنا بنتصل على صاحب الكلب. يعني الكلب ده كان كويس وبيلعب ومية مية ومفيهوش اي مشكله، فجاه لقينا الكلب مثلا عنده سخونيه، وده حاجة معرضين ليها سواء حيوانات أو بشر أو أي حد معرض إن ينام كويس بالليل يقوم الصبح عنده برد أو سخونية أو ارتفاع في درجة الحرارة، وده أمر طبيعي بسبب تغيرات الجو، تمام؟ طبعًا ممكن كلب زي ده وهو نام وهو قاعد بالليل مثلًا رجليه لفت على سلسلة حاجة زي كده، دي حاجات كلنا معرضين ليها، أو أي حد عنده كلب في البيت معرض. يعني مش معنى كده إن الكلب اللي عند بنور في المزرعة هو اللي بيتعالج والكلب اللي عندك في البيت ما بيتعالجش خالص، لأ، أكيد بيحصل مشاكل عند الناس برضه. طبعا ممكن تكون الحته دي او السلسله لفت على رجله عملت له وجع في رجله، ده سبب على السخونيه، فاحنا بنربط الاشياء ببعضها. اول حاجه عملتها ده نظامي وده اللي احنا بنمشي عليه، وده احسن نظام بنمشي عليه ما يزعلش حد. اتصلنا على صاحب الكلب، صاحب الكلب راجل شخصيه محترمه، اتصلنا عليه، يا غالي الكلب صباحنا الصبح لقيناه مش راضي ياكل وجبته، بنقيس له الحراره لقيناها 41. نعمل ايه؟ في قدامنا اختيارين. شوف يا سين الحاجه اللي نعمل. في قدامنا اختيارين، يا اما ان حضرتك تيجي مشكورا بعربيتك تاخده توديه لدكتور يعالجه، وده علشان نخلي كلمه المسؤوليه، يا اما احنا نتعامل معاه بما يرضي الله ونعمل معاه زي ما بنعمل مع كلابنا. طبعا رد الراجل مشكورا وبكل تقدير وبكل احترام، قال لي ابو نور الكلب اعتبره بتاعك وانت اللي انت شايفه اعمله. طيب هقول لكم بقى اللي انا شايفه ايه نعمله عشان انت تستفاد من الحلقه دي، وعشان ما اطولش عليكم وتقولوا الراجل ده بيتكلم كتير. اول حاجه هعملها هجيب كمامة وهكمم الكلب بتاعي. أول حاجة طبعا جهزت التلج زي ما أنتم شايفين يا جماعة، هتجيب كيس تملاه مية وتحطه في الفريزر لحد ما يتجمد ويبقى تلج، وتيجي على المكان اللي هو فيه الوجع وتحط التلج بالشكل ده كده أهو، تمام؟ وهنروح نجيب أمبول ديكلوفين خافض للحرارة ومسكن، هوريه لكم دلوقتي وركزوا معايا. طبعا اول حاجه يا جماعه الناس اللي هي عندها كلب طبعا هتنزل تجيب سرنجه من الصيدليه، سرنجه 3 سم، بس احنا هنا عشان بنشتغل بسرنجه بيطري اللي هي دي، تمام؟ فاحنا معانا ازازه فيها مطهر زي مثلا ولنفترض السبرتو، المطهرات، المحلول، الحاجات دي اللي زي كده، بنغسل بيها السرنجه بتاعتي بالشكل ده، لازم تكون مطهره 100%، تمام؟ علشان لو اديت بيها تبقى حاجه معقمه ما تأثرش على الحيوان الضعيف ده، تمام؟ ومعايا علبة الديكلوفين اللي هوريها لكم دلوقتي اهي، ده الديكلوفين اللي احنا بنتكلم عنه وبنقول ده خافض للحرارة ومسكن للآلام، جربته وشغال معايا 100%، يعني بالظبط هيديني ساعة بعد الحقنة دي هنلاقي درجة الحرارة نزلت طبيعية ل 38. أنا معايا أمبول ديكلوفين وأمبول ديكساميثازون مضاد التهابات، انا شايف ان مثلا ممكن تكون الرجل فيها كدمه او تورم او حاجه، فهندي معاه مع الامبول الديكلوفين هندي امبول ديكسا ميسازون، تمام؟
طبعا الديكساميثازون في ناس هتقول لي ده فيه كورتيزون يا ابو نور، طبعا انا عارف لان ده هو حاجه كويسه للالتهابات دي، يعني هتظبط الدنيا معايا. ادي السرنجه بتاعتي عبيتها اهي، تمام اهي، وهنعبي معاها الامبول الدكسا اهو. عبيت معاها امبول الدكسا، ادي السرنجه شايفين اهي، عملت معايا زي 4 سنتي ونص ولا حاجه. وهنبدا ان انا نمسك الكلب بالشكل يا جماعه اللي انتوا شايفينه ده اهو، تمام. افرد رجلك بقى، افرد رجلك بالراحه، تمام. شايفين انا ماسك منين؟ ادي المكان اللي هندي فيه الحونه اهو، تمام. وبنبدا ندعك مكان الحقنه بالشكل ده كده اهي. طبعا احنا بنختار السن ده علشان السن ده بيكون قصير، ما نجيبش سن طويل بتاع الحقنه البشري يوصل لاعصاب او حاجه زي كده اهو، تمام. نبدا ندعك كده، وبنبدا ان انا نمسك التلج زي ما انتم شايفين اهو، بنعمل له كمادات تلج على رجله، وباذن الله بندعي ربنا نقول يا رب انت الشافي المعافي. زي ما احنا شايفين كده اهو، بنغير المكان اللي هو فيه اللي الحته اللي بتوجع الكلب. يا ترى بقى الوجع ده جاي منين؟ لسه احنا هنشوف. طبعا ممكن تكون سلسله، ممكن يكون رجله اتعطرت في حاجه، دي حاجات بيبقى اي كلب معرض ليها يا جماعه اهي. احنا بنمشي مع العظم كده ونضغط بايديا كده لحد نلاقي المكان اللي هو فيه وجع. أمانة عليكم بقى لو شايفين ان انتوا استفدتوا من الحلقه دي تكتبوا لي في الكومنتات، واحنا هنعمل لكم حلقات كتير زي كده، تمام. يبقى عرفنا كده العلاج ايه لما نلاقي كلبي في ارتفاع في درجه الحراره، لما نلاقي ان في كدمه، لما نلاقي في حاجه زي كده، هي بنستعمل التلج على المكان اللي فيه الكدمات، وبنستعمل امبول ديكلوفين وامبول ديكساميثازون وبنديهم له في العضل، وبنتابع حاله الكلب بعد ساعه، تمام. نشوف ايه التغيير اللي حصل ودرجه الحراره وصلت معايا لفين. الكلام ده يا جماعه الحاجات اللي هي خفيفه، والحمد لله ما عندوش حاجه جامده يعني، بس احنا بنقول لازم ناخد احتياطاتنا، ولازم نبدا ان احنا ندي العلاج اللازم على طول لاي حيوان احنا بنشوفه قدامنا. لو انتم شايفين انكم استفدتوا من الحلقات دي اكتبوا لنا في كومنتات، وباذن الله هنعمل لكم حلقات زي كده كتير تفيدك ان انت تسرع في علاج كلبك بنفسك. تحياتي لكم جميعا، مليون مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.